الشاب في السادس عشر من عمره أحرم بالعمرة ولم يقف يتم الطواف السعي ولم يحلق أو يقصر حتى الآن، ومر على ذلك سنوات، فماذا يلزمه؟ هذا على والده اللي يقول ست سنوات، هذا على والده ست عشر، ها؟ ست عشر سنة عشرتنا، هذا بالغ، هذا بالغ وباقي في إحرامه إلى الآن، باقي في إحرامه إلى الآن، فعليه أن يبادر يخلع المخيطات ويستعيد الإحرام وملابس الإحرام ويذهب إلى البيت ويقوم طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق راسه تنتهي عمرته.